مصر. الساعة دلوقتي 6 الصبح في شرم الشيخ. بلال وجاسر على هضبة عالية بأقصى سرعة. بعدها بساعتين في دهب، خالد نزل لعالم تاني. والساعة 12 ونص في القاهرة، فيصل وبشار وصلوا قبل ميعادهم. والساعة 2 الظهر زهرة في المول بتعمل شوبينج خفيف. وقرب الساعة 5 في الساحل الشمالي صالح طاير مع الموجة. وقت غروب الشمس في طابة فهد وحمد قبلوا التحدي. 11 ونص بالليل في القاهرة أدهم وسلمى سهرانين مع النجوم. والساعة 2 بعد نص الليل مشعل بيتمنى في قلبه أمنية. ومع أول نور للفجر ابتدى يوم جديد في مصر ومتعة جديدة في كل لحظة. وانت فينك دلوقتي؟